صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكافة السادة المشاهدين اللي توصلهم صوتنا وصوتنا على القناة الوطنية الأولى أو في برنامج هذا الصباح. مرحبا مرحبا. اليوم نهار الأربعاء 25 ماي 2022، كما العادة نتواصلوا معكم على امتداد 3 ساعات من البث المباشر من نهار الاثنين حتى لنهار الجمعة من 9 حتى نص النهار. فضائنا هذايا الحواري الثقافي نحاولوا أنه نتناولوا فيه برشا مواضيع تهم الأسرة، تهم أيضا المجتمع، تهم الثقافة، تهم يعني كل المواضيع اللي في علاقة بالشأن العام. أيضا نحاولوا من خلال زملائنا المراسلين في الجهات تغطية حينية لكل التظاهرات والأكتواليتي في بلادنا. اليوم مواضيعنا متنوعة ومتفرقة، نحاولوا أنه في الساعة الأولى نتحدثوا طب، نتحدثوا تغذية، نتحدثوا سنتي من خلال الفقرات اللي نحضره لكم. عندكم صحة للجميع، تشوفوا زادة فقرة ديما سبور، عندكم زادة فقرات متنوعة تهم زادة الجانب النفسي. اليوم نتناولوا موضوع في علاقة بالصحة، على تساقط الشعر وعلى نظارة البشرة، خاصة الناس اللي عندهم مونك ديدغاتاسيون في البدن نتاعهم وتحس أنه شعرهم ديما يتيح سواء كان في الخير خريف وحلا حتى في الصيف. هذه كلها علاش، شنو الاغذيه اللي تساهم في انك تتلهب شعرك وتخلي الشعر نتاعك غزير والبشره نتاعك نظيره. نتحدثوا تغذيه، نتحدثوا سونتي في الجانب هذايا. ايضا عندنا فقرات متنوعه. اليوم اخترنا انه نتحدثوا على نسبة الفائدة المديرية ونسبة الفائدة الرئيسية اللي أقر البنك المركزي الترفيع فيها، دونك لهنا كيفاش باش يأثر على القروض البنكية، الناس اللي عندهم القروض البنكية أقل من 15 سنة، هل يأثر زاد على القروض السكنية طويلة الأمد يعني ما بين 20 و 25 سنة وإلا لا؟ ثم ناس ماخذة دي كريدي واللي كريدي نتاعها تتقسم ما بين كريدي معناتها يكون معناتها قرض سكني وما بين قرض يعني نجم يكون كومبليمونتير يكمل به القرض السكني نتاعو، دونك نسبة الفائدة لهنا إذا كان ترتفع وين باش تأثر تحديدا؟ تابعونا اليوم نحكيو ثقافة بنكية خلي الناس الكل تعرف، وخاصة الناس يلزمها تعرف خاطر ثم بنوك للأسف تقوم بتجاوزات ومن بعديك المواطن ما يطلبش وهذايا ينجم يتعدى عليه. اليوم نحاولوا أن نفيدوكم في الموضوع هذايا مع الخبير الاقتصادي اللي يحضر معنا. ايضا نتناولوا مواضيع متفرقه كما ديكور، نتحدثوا اليوم زاده على لي بارفان، لي بارفان دومبيونس، نتحدثوا زاده على العطورات اللي نجموا نستعملوهم في الصيف. تعرفوا انه العطورات تفرق ما بين الصيف وما بين الشتاء، مش نفس البارفان اللي تستعملوه في الشتاء هو بيدو اللي تعودوا تستعملوه في الصيف. صحيح لي بارفان ولاو غاليين وغاليين برشا، اما كل امراه والا كل راجل نجم يختار العطر نتاعو ويعمل لو كومبوزيسيون. هذايا نشوفوه اليوم مع خبيره العطورات اللي باش تحضر معنا في البلاتو. مع هذايا متفرقات من الثقافات، تظاهرات، نحاولوا انه نعملوا حوصل على التظاهرات في كل ربوع الجمهوريه، شنو صاير في بلادنا، ونحاولوا ايضا يجيو بحذنا من المجتمع المدني يتحدثوا على لاكتواليتي نتاعهم. اليوم زاده نستقبلوا فنانين التوانسه يحضروا معنا في البلاتو يتحدثوا على الجديد نتاعهم، باش تكون معنا فنانة تونسية وتكتشفوها وتكتشفوا زادة الكليب الجديد اللي مازالت كي خرجته بالتوازي، باش تكون معنا بشرة سعيد، باش تكون زادة معنا ممثلة تونسية، ممثلة إذاعية أيضا، باش نتحدثوا بأكثر تفاصيل. تو بعديك نعنوا على الأسماء متاع الضيوف. الكويزين، الكويزين متاعنا، الكولينير، الكويزين التونسية وأيضا الكويزين دو موند، هذا كل تشوفوه مع شيف صابرين شورى اللي تحضر لكم دي روسيت الحقيقه سهلين وبنين برشا. نقولوا لها صباح النور صبري. صباح الخير فاطمه، صباح الخير الناس اللي تفرشينا الكل، ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي. احنا اليوم من بعضنا باش نعملوا تروا روسيت كيما عودناكم، باش نعملوا حاجات بنينه، باش نخلطوا اليوم بين التونسي واللي مش تونسي. تحبوا نبدا لكم بالتونسي؟ باش نعملوا مطبقه، شكون ما يحبش المطبقه؟ راهي سهله سهله على الاخر، جوست انتم ركزوا معانا وتشوفوا قداش سهله، ما تاخذوش برشا وقت، تنجح حتى الواحد يبدا كي مزروب ويحب ياكل فيسا حاجه يعملها. لي زانغريديون واضحين امامكم على الشاشه، حاشتنا بالسميد، حاشتنا بالخميره نتاع الجاتو، خميره الخبز، حاشتنا بالبصل والثوم
طماطم معجونه وحاشتنا بالهريسه، من الاحسن اكيد تكون هريسه عربي تعطي جو بنين وفاوح معناتها. باهي هذي بالنسبه للزانجريديون تاع المطبقه. فما شكون يقول هي الغوسات الاصليه فيها تتحط شحم، انا مش باش نحط على خاطر برشا عباد ممكن ما يقبلوهش، دونك اخترت تكون لايت. هذي المطبقه نتاعنا. باش نعمل زاده مع المطبقه غراتان، هاي كماش تونسي توا باش نمشيو للموش تونسي، باش نعملوا غراتان، اما الغراتان نتاعنا باش تكون فيه منفعه كبيره، خاطر باش يكون فيه السبناخ، باش تكون فيه اللحم المفروم، باش يكون فيه البصل، هذوما كل باش نطيبوهم نعملوهم سوتي، يعني مش نعملوا حتى شيء مقلي في وسط الغراتان. البطاطا كيف كيف باش نصمتوها مش باش نقليها، هذوما لي زانغريديون نتاع الغراتان. الحاجه الوحيده اللي باش تكون شويه نقولوا احنا رزيله شويه على المعده ممكن ولا حاجه كيما الكيكه، هي الصوص بشاميل. باش نعملوها اكيد باش نطيبوها بالزبده الفرينه الحليب، وما ننساوش الجبن، ما ينجمش يكون غراتان بلاش الجبن. هذا الغراتان تاعنا. مع الغراتان باش نعمل ديسير بنين ما عملناش حتى مره مع بعضنا، باش نعملوا دي فيغين سكري اللي هما معناتها باش نستعملوا الكيسين هما اللي باش يكون في وسطهم الديسير نتاعنا. كل واحد يختار الكيس على حسب الموديل ولا الحجم اللي هو يحب عليه بالطبيعه. حاجتنا بنوع نتاع جبن يكون كريمو كيما ماسكاربون مثلا، حاجتنا بجبن هذايا، حاجتنا بشوكولا بلون، شوكولا بلون هذايا، حاجتنا بلي فروي روج، انا اخترت اليوم لي فروي روج. هذوما لي فروي روج، اكيد كل واحد يستعمل اللي يحب عليه، انا باش نستعمل لي فروي روج، اما تنجموا تستعملوا كيوي، اناناس، تنجموا تعملوا اي غله انتم تحبوا عليها. وباش نستعمل اي نوع تاخذوا بسكوي دونتيل اللي هما هذوما، كي نقولوا بسكوي دونتيل هما هذوما اللي نحكيوا عليهم، هذوما لي بسكوي دونتيل باش نزينوا بهم الكاهو. اما الباز اللي باش نعملوا بها لي فيغين باش نستعمل، انا اخترت بسكوي لونغ دو شا، تنجموا تستعملوا اي نوع اخر نتاع بسكوي، انا اخترت هذا خاطرو خفيف. وهذوما لي فروي روج كيما قلت لكم، عندنا الفرامبواز وعندنا الكاسيس، هذوما لي فروي روج نتاعنا، تنجموا تستعملوا انتوما اي غله انتوما تحبوا عليها. هذايا اون جينيرال شنو باش نعملوا مع بعضنا، اكيد لي ديتاي تعرفوهم كي تتبعونا على كامل الحلقه. يعطيك الصحة صابرين، الحقيقة ديسير اليوم بنين برشا، ولي فيغين الحقيقة معناتها نشوفوهم هكا كي تمشي في لي زوتيل وتلقى المنيو يبدا محطوط، دونك اليوم معناتها أوكا تبعوها خطوة خطوة، تحاول أنكم توريكم بالديتاي شنو نحطوا في الكيسين هذوك الحاجات لبنان. تو نجيب حداك صابرين باش حتى أنا نتعلمهم. نواصلوا معكم بقية تفاصيل برنامجنا. بداية البرنامج كالعادة عودناكم بالنغم، ونغم الصباح اليوم يجيكم بصوت الفنانة التونسية زازا، ثم نرجع لكم.
رجعنا معكم للبلاتو بعد هذا النغم الصباحي اللي جيكم بصوت الفنانة التونسية زازا، تحية لها. احنا نرجع لهنا نتحدثوا تغذية، نتحدثوا بداية صحة للجميع، واليوم اخترنا أن نتحدثوا على الغذاء ونوعية الغذاء اللي يساهم في نضارة البشرة وفي عدم تساقط الشعر. تعرفوا أنه في الفترة خاصة نقولوا في الخريف الشعر يتساقط بكثافة، لكن ثم برشا عبيد وهذا مشكل كبير ومعاناة كبيرة لبرشا سيدات وأيضا للرجال زادة. عصيف على الشتاء الشعر متاعهم طايح، البشرة متاعهم تكون تاغن، ماهيش صافية، ماهيش نظرة، تحسها وكأنها مدخنة. شنو ما النوعية متاع الأغذية اللي يلزمنا نعملوا عليهم الباز متاعنا في ماكلتنا باش نجموا هكايا معناتها ناخذوا ماكلة صحية نعاونوا بها بدنا خاصة. الحديث أكثر تفاصيل في الموضوع هذايا تحضر معنا أخصائية التغذية خلود دبي بشراوي. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا بيك، مرحبا بجميع الناس اللي تسمع فينا. يعطيك الصحة خلود. خلود نوتريسيونيست من جابس، تجينا من جابس اليوم، جيت من جابس تحديدا. يعطيك الصحة، شكرا لك على الحضور ونورتنا زيدا، وتحية لأهالي جابس بحذكم. شكرا لك، يعطيك الصحة. به دونك الأغذية اللي تساهم في أنه بدنك معناتها يتحسن، سواء كان من داخل وفي الكاليتي زادة متاع شعرك ومتاع الوجه متاعك، البشرة متاعك. دونك مشكل كبير يعانيوا منه برشا ناس اللي هي معناتها تساقط الشعر والبشرة الغير نظيرة نقولوا احنا. الأسباب يعودوا لشنو خلود؟ فما عدة أسباب، أسباب خارجية، لكن زادة التغذية اللي هنا تلعب دور كبير لنظرة الوجه ونظرة البشرة والشعر، خاطر أي حاجة باش ناكلها راي باش تعطيني نظارة على وجهي. لازمنا نختاروا التغذية السليمة، سورتو الأملاح المعدنية، فيتامينات، التغذية تكون متنوعة فيها كل شيء، وركزوا على الحاجات الصحية. دونك الأسباب الخارجية دونك ثم تأثيرات كبيرة وعوامل يعني متفرعة منها، منها شنو تنجم تقول؟ فما عدة أسباب، تغير الطقس، وساعات فما أسباب وراثية، ساعات تكون فما أسباب مرحلة فترات من مرحلة ستريس أو ضغط أو فترات، لكن ديما التغذية تعمل تعطينا دور كبير باش تعطينا دفعة لقدام وتعطينا نظرة للوجه. يدخل ود ميلا نبداو معاك نتحدثوا على النوعيه نتاع الاغذيه الصحيه. شنو ما يعني النجم نقولوا لهنا النوعيه نتاع الغذاء اللي نلقاو فيها الكاليتي الباهيه نتاع كل ما هو مقويات للبدن؟ اول حاجه نحكيو عليه، نحكيو على السوائل. الماء، الماء صفر سعره حراريه، ليس مني لا يضعفني لكن يعطيني ادراتاسيون وما نجمش نستغنى عليه، هو حياتي. معناها الماء لازمنا في المعدل زوز إترات في اليوم، لكن كان خرجت في الشمس أو تحركت أو تعرقت لازمني ديما، أو رياضة لازمني ديما كمية ما أكثر. خاصة توا مع الموجة الحرارة الكبيرة توا الطقس معناتها في تونس وصلت حتى البارح ولا ولت البارح 37 درجة، دونك يلزم لي دغاتاسيون، يلزم تشرب برشا سوائل وماء. دونك اللي ما يشربوش برشا ماء وينساو رواحهم في الماء، نفكر روحي بالماء، ما نستناش روحي للنعطش، نجم نعمل ماء اروماتيزي، نحط فيه شويه كونكومبر، غله، نحلي الماء، لكن الماء راهو حياتي واساسي، ما نجموش نعوضه، ما فماش باش نعوضه، نجم نحليه، نفكر روحي بشرب الماء، لكن الماء اساسي. لهنا زادا نحكيو على الفيتامينات، كيما الفيتامين سي، ديما معروف في التجميل وفي التغذية، فيتامين سي مهم على الاخر، نلقاوه في القوارص، كيما في القوارص، زادا نلقاوه في الفريز. 100 غرام فريز تعادل كعبه برتقال من فيتامين سي. وزيد فما الكيوي، كعبه كيوي فيها فيتامين سي اكثر من كعبه برتقال مثلا. ناخذوا الفيتامين سي، الفيتامين سي مضاد للاكسده بار اكسيلونس، باهي للجسم. زيد نحكيوا على الفيتامين او، فيتامين او نلقاوه في الاسماك، في الخضار الورقيه، نلقاوه في زيت الزيتونه خاصه وفي المكسرات. لازمني ناخذ منها الكميه تكون اون جينيرال، تكون الوجبه نتاعي متجانسه متنوعه. يعني الصحن نتاعك تجيب باش تاكل تقسمه على اربعه. صحيح. دونك شنو تحط فيه؟
نحطوا فيه النشويات اللي فيه كيلون، كل ما هو قمح وشعير الفارين اللي فارين بصفه عامه، زيد البروتينات ما ننساوش البروتينات خاطر البصيله نتاع الشعر تتكون من البروتين والبروتين اساسي. وساعات معناها فما ناس تقول لك ما نحبش ناكل برشا لحوم ولا برشا اسماك نتقلق، ليه راه البروتينات اساسيه. ولهنا سورتو نحكي على العظم، العظم معناها العظمه اليمون دو ريفيرونس في التغذيه ديما نرجع لها، فيها الفيتامينات كل كما عدا فيتامين سي، فيها بروتينات ذو قيمه وجوده غذائيه، فيها كوليسترول ذو قيمه غذائيه، زيد العظمه سهله حتى في معناها كي ندخلها الكوجينه نتاعي معناها تنجم تكون معناها ساهل التحضير نتاعها، يحبوها صغار وكبار. وديجا يقول لك معناتها في لي بروتيين اذا كان ما تاكلش مثلا لحم ولا تاكلش حوت عوض بكعب عظم، القيمه الغذائيه معناتها تعادل معناتها وكانك كليت بورسيون تاع لحمه. صحيح. العظمه ديما مرجع في التغذيه. أوكي. وزيد العظمه نجم فيها بنحضرها صغار وكبار نجموا ناكلوها معناها وسهل التحضير. اوكي. ثم اللي ياكل مثلا الابيض ويخلي المح الاصفر نتاع العظمه ما ياكلوش، وثم اللي يقول لك راهو القوه والفايده الكل في المح الاصفر هذاك. هي العظمه كامله ماذا بينا ناخذوا الاصفر والابيض مع بعضه، ما عندنا حتى مشكل مع العظمه، العظمه كما حكينا فيها برشا فيتامينات، فيها بروتينات وفيها ليبيد ذو قيمه غذائيه. زاد ما ننساوش لهنا البيوتين هو البيسات معناها يعطي قوه كبيره للشعر، نلقاوه في الخضار الورقيه، موجود زاد في الفول. فما الناس معناها الفول هو بروتينات نباتيه وموجود فيها البيوتين. ما دامك تحدثت على الخضار الورقيه خلود، يقول لك ديما الفوائد كبيره نتاع الخضار الورقيه، شنو نلقاو فيهم؟ الحديد، شنو نلقاو فيهم بالضبط؟ الخضار الورقيه فيهم عدة فيتامينات معبين برشا بالماء، فيهم الحديد، نحكيو على المعادن، سهلة التحضير، نجم ندخلوهم العادات نتاعنا، لكن ردبانا من طريقة الطبخ راني منقل معناها ماذا بينا ما نقليش وكل شيء ماذا بينا نحط معناها كي تحضر صحني نحط فوقه مثلا. وديجا صابرين اليوم عملت لنا جراتان بالسبناخ ويعرف انه معناتها معروف السبناخ يقول لك كله حديد ودونك فيه منافع كبيره. نجموا السبناخ راه ندخلوه لعاداتنا الغذائيه صغار ولا كبار، نحاولوا ندخلوهم لعاداتنا. وراه الخضار الورقيه معناها فيهم املاح معدنيه والمطعم نتاعهم باهي، راهو ما يبدلش برشا في الوصفه نتاعي. هل انه اليوم يلزم نغيروا من عاداتنا الغذائيه خلود؟ لانه الناس معناتها مع الامراض اللي قاعده منتشره، مع انه السمنه موجوده، مع الاستهلاك الكبير نتاع السكريات، دونك العباد ماهيش تتحرك برشا، ماهيش تعمل في اكتيفيتي فيزيك، دونك لهنا هل يجب علينا انه نغيروا من النمط الغذائي نتاعنا ونركزوا اكثر على اغذيه اللي موجوده قدامنا كل يوم وهي معناتها حتى في الـ يعني الاستهلاك نتاعها مقارنه باغذيه اخرى تكاليفها اقل بياسر دونك لهنا. بالنسبه للتغذيه، التغذيه السليمه واجبه علينا الناس الكل، نحكيو لهنا على نمو، نحكيو على نظاره وجه وبشره، نحكيو على معناها كرواسونس نمو، نحكيو على صحه باهيه. الناس اللي تاكل بالكدا وتاكل صحي مش مكلف معناها صحي، تاكل صحي يبان ديما على الوجه تكون في صحه جيده، نبعدوا على الارهاق والتعب. التغذيه معناها تغذيه معانا ولينا، وسورتو معناها المطبخ التونسي فيه عده وصفات معناها حاجات سريعه في سما تحضر وحاجات زاده تاخذ وقت. في كل حالات المطبخ التونسي معناها باهي وفي برشا تنوع وتغذيه معناها تغذيه لازم ديما نكونوا مع التغذيه السليمه هي اساسيه باش نربيو زاده جيل صغارنا على اسس التغذيه ويحبوا الماكله ديما. راه التغذيه معانا ولينا. أوكي. راني ما ناكلش مش ناكل خاطرني باش نسمن، لكن باش ناكل معتدل، ما نحرمش روحي للحرمه، باش ناكل من كل شيء شوي شوي. أوكي. ونكون في ونولي صحابنا وماكلتي ونوليش خايف من الماكله. راهي الماكله معناها كلها فيتامينات، نحكيو على فيتامينات املاح معدنيه، نحكيو على نمو، على حاجات اساسيه للصحه نتاعنا. باهي خلود، نختم مع اخر سؤال لهنا في اطار هذايا، تنجمش تعطينا مثلا وصفات نتاع اكلات نجموا نعتمدوهم تنجم من خلالهم تغير من نمط الغذائي نتاعك؟ مثلا تلقى في فطورك مثلا كل يوم كسكسي ولا مقرونه، تبدا تغير
تغير، تاخذ قرارك باش تغير. دونك على مدار اليوم الصباح حتى لين ترقد شنو تنجم تاكل وكيفاش تنجم تقسم خاصة الوجبات نتاعك؟ ماذا بينا نقسموا الوجبات ثلاثة وجبات أساسية ونبعدوا هكا التنويش ما بين الوجبات، سيرتو توا بحكم درجة الحرارة معناها فما سخانة شوي، ماذا بينا نمشيو في دي جو ديتوكس، نجمو نعمل عصير غلة فريشك، فما الغلة تو موجودة ما شاء الله معناها الأنواع الكل، نجمو نعملوا عصير معناها فريز، نحط فيه دي جراند شيا، نجم نحط فيه معناها بالماء يكون وبلا سكر. بلا سكر. ما تزيدش السكر. بالطبيعة بلا برشا يجي يقول لك لا نعمل جو ونزيد فيه شوية حتى مغرفة سكر، دونك باش نعطي حلاوة للمطعم، هي ديجا الغلة حلوة. الغلة حلوة وديجا ماذا بينا نطعم طعم الغله معناها من غير ما نضيف محليات وتسنس روحك بالمذاق هذاك. صحيح صحيح، لازم نسنس روحي بالطعم تاع الغله ونذوقها سيرتو للصغيرات وللكبار زاد باش يعرف طعم الغله. انجوس معناها عصير صباح فريشك من غير اضافات سكر يكون ايديال صباح، نجم نزيد معاها عظيمه زيت زيتونه وخبز معناها قمح ولا شعير ولا نخاله في نص النهار. ما يقلقش كان ياكل خبز. لا ما يقلقش خاطر مازلنا في اول نهار وعندي نهار كامل قدامي باش نحرق، وزيد راه الخبز فيه طاقه معناها حاجتي بالطاقه صباح، سيرتو الناس اللي تعدي نهارها معناها كلي نهار طويل شويه وفي وتجد روحها اي تجد روحها وفما معناها خدمه صباح ونهار وزيت زيتونه من احسن الحاجات اللي نجم نبدا بها نهاري هي والعظمه ونجم الزيت الخبز والعصير الغله فريشك. في تونس النهار ديما عندي سليطه معناها خضره نيه وطايبه نجم نخلطهم مع بعضهم، دي ليجيب سوتي خضره نيه اللي هي كونكومبر خس اللي موجود في الدار اللي موجود ناخذه. لي بات ما ننسوهمش معناها لي بات معناها لي بات ناكلوهم اللي قداش ثم اللي يعبي صحن هي معدلات معناها كي باش تاكل سلطه بالكدا وتشبع معناها من خضره نيه وطايبه راك باش تنقص في المغارف اللي باش تاكلهم في العجين. ومع البروتينات ما ننساوش البروتين معناها كسوا لحم حوت عظم اللي موجود. في الليل ديما ماذا بينا نبعدوا على المقلي نبعدوا على العجين معناها اومليت راهي مشخشخه راهي ايديال في الليل، تنجم تكون فيها عظمتين شويه بصل شويه معدنوس شويه هريسه شويه فروماج دو بون كاليتي، تكون بالكدا مع شويه سليطه وكعيبه غله يزي ايديال. اي بالكدا يعطيك الصحه. مشكوره جدا خلود دبي على الحضور معنا، اخصائيه في التغذيه، تناولنا الموضوع هذا معاك، ان شاء الله الاسبوع القادم اللي بعده زاده تجي بحذينا وفي نفس الموعد نتحدث على موضوع اخر يهم التغذيه والجانب الصحي خاصه، وانتم تنجموا تتقيدوا وتبداوا وتغيروا في النمط الاستهلاكي نتاعكم والنمط الغذائي خاصه. نمشيو نواصلوا معاكم، نمشيو لصابرين الشورى باش نشوفوها تتبع ونتبعوا الخطوات نتاعها قبل هذا كل بعد التغذيه وبعد الصحه للجميع. خليكم تواصلوا تعملوا صحه تعملوا سبور تعملوا نشاط رياضي هذا كل نشوفوه من خلال هذا الروبورتاج المصور ثم نرجع. صباح النور الناس الكل، اليوم معكم كوتش هيثم، ان شاء الله باش نعملوا دي زيكزارسيز رونفورسمون مسكولير نجموا نخدموهم الناس الكل في الدار، ما يستحقوش ديشارج ما يستحقوش حتى سال دو سبور، نجموا تخدموهم حاجات سهله برشا تخليك شاد الريتم نتاعك، ميم با تنجم تسحق حتى دبوزه ماء ماهيش حاجه كبيره تعاون بها روحك. واليوم نوريكم لي زيكزارسيس، مرحبا بكم، تلقاو معنا نيفين باش نخدموا مع بعضنا، مرحبا. اليوم اول سيونس تاعنا كما قلنا باش نبداو اول سيونس خدمه تاع الجون. صحيح خدمه الجون مكثر العباد الكل في لي سال دو سبور يبعدوا منها خاطرها ياسر كاسحه، دونك باش نبداو بها هي اول سيونس. مي با عندنا 4 اكزارسيس جون، من الاول باش نبداو نخدموا على ليشوفمون بعد نوريكم الخدمة نتاعنا. باش نبداو الساعة قبل كل شيء، ايشوفمون عن إليفاسيون دو جونو. نقعدوا نخدموها 20 سكوند. سانك، كاتر، تخوا، دو، ان. ريلاشي. سانك سكوند، تالون فيس. سانك، كاتر، تخوا، دو، ان. تويكا باش نبداو أول إكزارسيس اللي هو إسكواد نورمال.
ناخذ سقايا ميم با مع نيفو لي زيبول ونهبط 90 دوغري سقايا 1 2 3 4 5 باش نعملو 15 ريبيتيسيون 4 سيري 8 9 10 11 encore 12 13 14 et 15 T'as 8 cups à 2 Deuxième exercice اللي هو اسكواد لارج كيف كيف باش نعملو 3 سيري de 15 répétitions encore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 et 15 à la troisième exercice اللي هو اسكواد جامب دونك تحلو ساقينا مع نيفو لي زيبول ميم با دوبل اسكواد افيك جامب هوب 1 2 يوب 1 2 يوب encore برافو تو الموند بيان توا باش نتعداو عندنا كاتريام اكزارسيس اللي هو فونت ميم با ساقيه باش تحل 90 دوغري ونهبط ظهري مستوي وحده وحده كل ساق نخدموها 12 ريبيتيسيون ونهبط وحده وحده ما نزربوش بلو دو كونسونتراسيون بارتي كوادريسبس تو الموند لو ميم ريت بيان 4 3 2 شانجي 1 2 3 4 5 6 7 encore 5 4 3 2 la dernière bravo tout le monde في الاخر انا ميم با نخدمو شويه ستريتشينغ باش نحيو نقصو في التوم تاع الكورباتور نتاعنا ميم با نطلعو على البوان بي نجبد الفوق لو ماكسيموم برافو 20 سكوند 20 سكوند بارتي دو وات انكور ا غوش بيان ريلاشي هلو ساقينا ونجبد القدام برافو ا دروات ا غوش نرجع الوسط ميم با تا وي كان هابط شد شويه ساقايا بارتي شوفي نتاعنا ا دروات À gauche. C'est bon. Lui, on fait séance interne à Lula. Marah baby, comme on est sur le col. Nar comme zin, coach Haytham. نرجع معكم ورجعنا معكم للبلاتو شكرا كوتش هيثم اللي كان معانا وقدم لنا ديما سبور لليوم جينا بحذا صابرين وصابرين المنيو متنوع اليوم معناتها من المالح للحلو خلينا نبداو معاك شنو باش تحضر لنا في البدايه اول حاجه باش نبداها ما دمنا سخنا شوكولا بلون الشوكولا بلون في ساعه كي نسخنوه نستعملوه ما كانش في ساعه تعاود تعقد مقارنه بالشوكولا اولي ولا شوكولا نوار لهنا عندنا الفخوماج قلنا ناخذوا اي نوع نتاع جبن يبدا كريمو معناها انا في بلاصه ما نحط السكر قلت في الجبن خلينا نستعمل شوكولا بلون منها تحليه منها تعطي مطعم بنينه هكا ذوبتها حطيت لها شويه بالكل زيت نباتي خاطر شوكولا بلون في ساعه تتحرق ما يلزمهاش الزبده انا حطيت زيت خاطر يساعد خير في الزيت ويعطي هو الحقيقه الزيت يعطي لقه للشوكولاته كي زيت مغرفه انا حطيت الزيت خاطر شو الزبده اذا باش نستعملوا الزبده الزبده باش تايب الحليب نتاعها وهذاك احنا ما نحبوهش كنت لازم زبده الكاكاو اللي هي مش لعبه كل تجم تلقاها نجم تشريها دونك اذا كانش حبيت نستعمل حاجه نلقاها في الدار بكل سهوله دونك هذه زدنا الشوكولا بلون للفخوماج قلنا اي نوع كيما ماسكاربون مثلا هذه نحطوها هكا
هذا باش نخلطوه. هذه باش نتبعها بالديتاي باش من بعد نعاودها. خلط انا لهنا باش ناخذ الفرومبواز. الفرومبواز ديما قبل ما معناتها قبل ما نستعملوه هو من الاحسن ما نغسلوهش خاطر كالتوت يشرب الماء. باش نحطوا الفرومبواز احنا لهنا نختاروا الكعبات الباهين. اهو كنثبتوا فيهم قبل كعبات الباهين نحطوهم. وباش نطيبوه مع شويه سكر، مش باش نطيبوه برشا، جوست يسيب روحه معناتها كهو. هذا كعبات الفرومبواز نتاعنا كيما قلت لكم ثبتوا فيهم قبل ما نحطوهم. بالنسبه للكاسيس مش باش نطيبوه، باش نحطوه كيما هو. هذوما كعبات الفرومبواز. طيب باش نحطو لهم شويه بالكل سكر. سكر وتخليها على ال افدو. اي باش نخليه جوست يسيب روحه شويه، معناتها ما حشتيش باش يولي معناتها معجون نقولوا احنا. بعدين هكا المعجون معناتها يتعمل. اي هو المعجون انه نرقدوا الغله في الغله، اي نوع غله نرقدوها في السكر حتى لين تسيب الماء نتاعها وبعد نطيبوها. دوك انا لهنا الفرماج وزدناه الشوكولا بلون وتحل مغرفه زيت دونك باش شوكولاتة تسرى. هذوما لي فيغين اللي احنا باش نستعملوهم. هذا لونغ دو شا هو هذا النوع اللي احنا باش نستعملوه. نجمو نستعملو اي نوع بسكوي اخر، انا اخترت هذايا وما حبيتش الحقيقه البسكوي هذا لازم يتبل بحاجه، ما حبيتش نستعمل القهوه. علاش؟ خاطر القهوه باش تغيب مطعم الفرويروج. دونك انا اخترت باش نغطسوه طرف في الحليب هكا. سهله الحكايه. اي احنا طب باش نستناو هذايا يطيب شويه. باهي لهنا في الزيت نتاعي خلينا نمشيو للغوسيت اللي من بعدها. نبداو في اول تحضيرات. اول تحضيرات هو عندنا بالنسبه للجراتان. اوكي السبناخ ناخذوا سبناخ نقصوه نختاروا كل الاوراق الباهين ومن بعد باش نغسلوا بالكدا بالكدا. فما استيوس يقول لك ديكور هكا اللون الاخضر ينقص واحنا نغسلوا فيه، يعني سي بون نضاف بالكدا. كان سبناخ كان معدنوس اي خضر ورقيه. هذاك بالنسبه للسبناخ. توا انا باش ناخذ اللحم المفروم نتاعي. لهنا حطيت شويه زيت زيتونه. اوكي باش نحط اللحم باش نفوحوه شويه ملح فاح للجراتان هذايا. اللحم البقري دونك مش كيما شو الحقيقه. انا نقول كل واحد حسب الذوق نتاعو. اذا احنا مثلا فما اللحم البقري ما يحبش الكركم، فما عبيد تحب القرفه كي تعمل الدجاج تحط القرفه حتى ان شاء الله كسكسي دويده اللي هي ده. فما عبيد ما تقبلش القرفه جمله. لهنا هذاك علاش نقول حسب الذوق. فما عبيد تقول لك لا الدجاج لازمه القرفه، فما عبيد ما تحبهاش. كيفاش معناتها انت تحط لهم القرفه معناتها؟ باهي هذا اللحم باش نخليوه يتقلى توا. اي هو الفرومبواز ما فيهش روح. راه شفت كان خذينا احنا ديجا الفرشيطه، شوف في صعب شي تعمل. شفت تخليه في عقله. دونك هذاك الفرومبواز دونك تذكروا نعملوا في لي فيغين هذوما. دونك باش نحطوا لهنا خليط فيه الفرماج مع الشوكولا مخلطه ونزيدوها هذايا ديجا شفت سي بون معناتها ما يسحقش. دونك اللي باش نحضروه اي هذا الفرومبواز يعني طيبناه طريف بالكل. اهو شفت يعني سي بون. نجم نزيدو شوي هكاكا كيما قاعدين تشوفوا. هاكا الفرومبواز نتاعنا مش معجون راهو يعني ما يصبرش. يعني فما عباد يقول لك هو معجون خلينا نعملو نخبيه وما يصبرش. يعني المعجون لازم يطيب في عقله بالكدا معناتها. اوكي احنا توا باش نبداو في كيما نقولوا تحضير الفيريان. اي شنو باش نعملو؟ وباش نحط فيها اللونغ دو شا. اي باش نحط اللونغ دو شا. اوكي احنا توا ناخذو من الاحسن راهو اللي ما عندوش بالمغرفه وسهل على الاخر ما نستحقوش هذا. اما هذا باش يسهل علينا العمليه. لهنا باش ناخذو باش نصبو من الميلونج هذاك. دوك بغيت نعاونك انا شويه. كنت تحب نحيها كنت تحب حطها لهنا. باهي باهي لهنا باش نصبو. بيسيش نعملو حتى كعبة وما نوريو كعبة احنا طبعا الناس بعدك تكملهم انتي صبري. أي. في عقلك بهذا يستطيع عليها ثلاث ساعات حتى نص ونص النهار. ناخذو هذايا مثلا الكيس هذا ناخذو لونغ دو شا هو أطول دونك احنا باش نقصوها. باش نقصوها باهي. انتي قلت لي نحطوها في الحليب. اي كيما هكا باش نحطها هكا مش باش نحطها برشا في الحليب خاطر هو في ساعة يشرب راهو. في ساعة يشربها خاصة إذا عملنا حاجة سخونة
في ساعة الدوب غادي كاسي بون. اوكي اللي ما يحبش اللونغ دو شاي نجم يستعمل اي نوع اخر، ديما نفكر بها هذايا. سينو ما تنجمش تعوض بدوتر بيسكوي دونك اللي نجمو نجمو اي نجم. نوع فما دي بيسكوي مطعمهم قرفه اللي يحب القرفه أي. كيف كيف نقولها فما لي بيسكوي مثلا سيريا مثلا هذه تنجح للي يحب ياكل حاجه حلوه عامل ريجيم يستعمل لي بسكوي هذوك اللي يبداو بالسيريال ولو فروماج هذايا ما يزيدوش شوكولا بلون okay. يزيدوا مثلا جوست شويه عسل ولي فروي روج معناتها باهيين على الاخر معناتها okay. للي يعمل فريجي باه كيما هكا باه احنا توا شنو باش نعملوا باش ناخذوا شويه من هذوما الكاسيس نحطوهم في الوسط باش ناخذوا استنى ناخذوا شويه من هنا باش نحاول نحطهم في الاجنب باش يظهر منهم هكا على المنظر من بعد يعطي حاجه مزيانه والجو نتاعهم ياسر بنين كو سوا نحكي على الكاسيس ولا على الفرامبواز دونك مخلطة مع الشوكولاتة مع الماسكاربون دونك ايماجيني المطعم هذا كيما هكا وتوا باش نحطوا الكريم هذا الكريم نتاعنا كيما هكا هذا الفيغين نتاعنا هاكا في وسطو الكريم لي فروبيروش من الداخل واللي طيبناه الفرامبواز الفوق لهنا نجمو نزيدو من بعد سوا هذوما سوا كعبات فرامبواز حسيلو من بعد ونشوف انا كيفاش في الاخر باش نختار نزينهم المهم هذايا الكاس نتاعنا نحضروهم الاحسن قبل بوقت ونخليهم في الفريجيدير يشدوا رواحهم هذايا ديسير اليوم أوكي. انا باش نكمل بقيه المراحل باش نكمل لي فيغين نتاعي ولو طون يتيب الحم مفروم ونرجع نجمعك صابرين أوكي. اوكي يعطيك الصحة ميرسي بوكو دوك احنا نمشي ونواصلوا معاكم خليكم مع النغم هذا ثم تلقوني في البلاتو I'm not afraid to die.
رجعنا معكم للبلاتو بعد هذا النغم الصباحي اللي يجيكم بصوت امنة فاخر. احنا نتحدثوا الان على حاجة يحبوها برشا سيدات والرجال زادة والناس الكل ولات مغرومة بها، اللي هي لي بارفان. شكون ما يحبش العطورات؟ شكون ما يحبش الريحة نتاعو تكون بنينة وفاوحة؟ وشكون ما يحبش يشم ريحة فاوحة، خاصة وقت اللي يبدا بحذاه شخص والا حتى يتنقل؟ دونك ديما نحبوا الحاجات اللي تعطي انتعاشة وتعطي طاقة وتعطي هكا اسبوار. دونك اليوم نتحدثوا على العطورات، كيفاش تختار العطر نتاعك، خاصة شنو اللي يفرق ما بين شخص وشخص آخر في اختياره للعطر نتاعو؟ كيفاش النوعية نتاع الأشخاص اللي كل واحد ويقول لك هذه تمشي معايا وهذه ما تمشيش معايا؟ الكومبوزيسيون هذه والخليط نتاع لي نوت اللي نلقاهم في العطورات، هذه كل نتحدثوا فيه. ونتحدثوا أيضا على لي بارفان اللي نلقاهم في الصيف ولي بارفان اللي يمشيو مع الشتاء، وما نخلطوش معناتها العطورات نتاع الصيف ونتاع الشتاء. هذايا كل تاخذوا عليه اكثر تفاصيل واكثر فكره مع خوله المساوي خبيره العطورات اللي تحضر معنا اليوم في البلاتو. اهلا وسهلا خوله. عسلامة فاطمة، مرحبا خوله. عايشك، يعطيك الصحة. اخترنا باش نحكيو في الموضوع هذا لانه ثم مناسبة نتاع عيد الامهات ايضا، وتعرف الناس الكل اكثر حاجة تخمم فيها يا اما ورد يا اما عطورات. دونك لهنا العطورات زادا نلقاو فيها برشا الورد. خلينا بدايه سؤالنا، نوعيه الاشخاص، شنو اللي يفرق ما بين اختيار شخص لعطر معين على شخص اخر يختار عطر اخر ونوع اخر؟ وساعات الشخص يقول لك العطر هذاك ما يناسبنيش والا ما يمشيش مع شخصيتي. هنفهم شنو هي حكايه الشخصيه الساعه. هو ساعه باش نبداو، العطر والبارفان معناها وليت حاجه بريمورديال، هي من قبل حاجه بريمورديال، مي سي ان اكسسوار اللي يزيد برشا للبسه نتاعك، للمود نتاعك، للحاجه الكل. سي حاجه تكمل لك اللوك نتاعك، وفما برشا حاجات كما قلت انت فاطمه نختاروا بها البارفان نتاعنا. فما شكون يختار البارفان نتاعو سولون الاج، العمر، معناها مش كيما لي فام اجي، مش كيما لي جون، فما حاجات يحبوا القوي الكل. فما شكون يختار سولون البيرسوناليتي نتاعو، وحكينا ديجا في حصه قبل على ال على ال على البيرسوناليتي وعلى لي سيني استرولوجيك واختلافاتهم في الاختيار نتاعهم. فما شكون يختار العطر نتاعو سولون الستيل فيستيمونتير، مش كيما حاجه في النهار مش كيما حاجه في الليل. وفما حاجه تريز امبورطونت واللي نختاروا بها البارفان نتاعنا وهي لا سيزون. كيما تاو باغ اكزومبل بدينا في الصيف، ما تنجمش تكمل كيما نبدلوا دبش احنا نتاع الشتاء نخبيوه ونجبدوا دبش الصيف، كيف بور لي بارفان نختاروا حاجات معناها سولون لا سيزون. انا تعجبني برشا حكايه الشخصيه والشخصيات أي. ونعرف انه معناتها كل عبد عنده شخصيته، كل عبد عنده افكاره، دونك لهنا كل عبد عنده المود نتاعو. اختيار العطورات زاده يمشي مع الشخصيات. ولهنا انت معناتها حتى خوله وقت اللي تتحدث تقول انه لهنا تربط ما بين الشخصيه والبرج نتاعها. بيان سور. التناغم هذايا والربط هذايا في اختيار زاده كوسوسوا لبستك والا العطر نتاعك، كيفاش نربطوها ببعضها؟ باهي، هو لو بارفان هي ليدونتيتي، هي الصوره اللي توصل عليك للعبد قبل ما انت حتى توصل. فوالا، معناها يعبر على شخصيتك، معناها ماذا بها ليدونتيتي نتاعك معناها شخصيتك. فوالا، وهما الابراج، معناها احنا ربطنا سي غولاتيف، ربطنا حاجه نسبيه، فهمت؟ مقسمين معناها الابراج المائيه اللي يحبوا حاجه فريش اللي هما طبيعتهم طوندخ. الابراج المائيه نلقاو الحوت السرطان العقرب. اي دونك هذوما يحبوا اكثر لي توندونس لي نوت فلورال، لي نوت فرويتي، الحاجات مارين، حاجات ماهمش قويين برشا. باغ كونتر اليوم شنو تلقى فيهم معناتها مثلا شنو لي نوت نتاعهم؟ مثلا نمشيو للمندرين، للورانج، للبرغاموت، الحاجات هذوك مثلا لي موغي، الجسمه، الحاجات تو سكي فلورال. دونك ياسمين، الفل يدخل فيها الفل. ياسمين الفل. البرغاموت الروز الورد. الورد فوالا. الاورانج هذوكم الكل. فما الابراج الناريه واللي هذه بطبيعتها معناها الابراج هذه نلقاوها ديما تحب تجبد الانتباه، شخصيتها ظاهره تكون هكا معناها ظاهره بالكدا، يحبوا لي بارفان فور الحاجات القويه،
مشيو اكثر للفاني للعود للعنبر لي بارفان اوريونتو نسميهم هذوما كلي يتعدى بحذاك يهزك معاهم على تبي هذوما دوك الابراج الناريه الحمل ناريه انا ناريه داكور في بالي معناتها الابراج نتاع الارض معناتها التيغ لا لا الابراج لا الحمل ناري دوك الاسد الاسد والقوس والقوس هاي السهم هذاك فما الابراج الترابيه واللي تحب معناها حاجه كيما نقولوا احنا بوات سونتال حاجه ارض معناها ريحه لا ناتور حاجه اوريجينال حاجه بروت معناها أوكي. في الابراج هذوما نلقاو الثور نلقاو العذراء ونلقاو الجلد هذوما هما الابراج وفما الابراج الهوائيه وهذه انا نحب نخدم بالابراج الهوائيه على خاطر يعبروا على اكثريه الناس اللي ما عندهمش حاجه يحبوها كل نهار وقسموا معناها انت والمود نتاعك معناتها اي اي عطر واي كومبوزيشن يشمها يقول لك هذه تتناسب معايا دوك لهنا ثم حاجه مهمه برشا اللي الناس معناتها حتى كي تختار عطر تلقاها يعجبها عطر معين ولا نوت معينه دونك ديما تركز في العطر هذاك تستعمله صيف على شتاء صحيح وغالبا ما يكون العطر نوعا ما قوي نوعا ما فيه العنبر فيه العود فيه الروائح اللي نقولوا احنا قويه برشا دونك هل ان تنجم تستعمل العطور نتاعك في اي فصل والا يلزم كل فصل وتختار له العطر المناسب نتاعو وعلاش؟ باهي هو المتعارف عليه اللي كل فصل عنده العطر نتاعو، ما فما ناس نرجعوا توا للشخصيه اللي فما ناس تحب نفس العطر على عام كامل، مي انا ننصح العباد باش يغيروا العطورات نتاعهم في الصيف، اول حاجه باش يعطيوا لرويحهم فرصه اكبر باش انهم يختاروا حاجات جدد، باش يعملوا يسميوها بوز اولفكتيف معناها من الحاجات نتاع الشتاء نمشيوا للحاجات نتاع الصيف. معناها كل واحد وشخصيه نتاعو. هذه شوفوا شو هما لي نوت اللي يمشيوا مع توا احنا قادمين على فصل الصيف. ايه. دونك وغالبا معناتها الصيف يبدا معناتها مع السخانه مع الناس معناتها يكون معناتها التعرق نتاعهم يكثر. دونك معناتها حتى اذا كان تحط بارفان الريحه نتاعو تنجم تتبدل. دونك لهنا شنو هما لي نوت دو بارفان؟ اللي يمشيوا مع فصل الصيف وماذا بيك وقت اللي تختار البارفان تاعك تلقى لي نوت هذوما موجودين. داكوغ، انت ساعه قلت حاجه ياسر مهمه اللي نتاع العبد يتعرق برشا وهذاك علاش لازم يبدل البارفان في الصيف، خاطر كي يعمل هو البارفان يعرق العبد يولي يعاود برشا مرات بارفان، دو بريفيرونس يبدا ان بارفان فخي. باش ما يقلقوش لي نوت نتاعو ماهمش بلوغ معناها فهمت فوالا مش قويين. هذاك علاش انا ننصح برشا العبيد باللي نوت فلورال. اللي هما لي نوت فلورال اللي هما لي فلور بلانش اللي لونغ يا لونغ فلور دورانجي الحاجات هذوكم الموغي معناها كل ما هو ورد ننصح زاده باللي نوت فخويتي كيما قلنا لورانج البرغاموت سيترون الحاجات لي زاغروم لي فخوي روج زاده الفرامبواز الفريز حاجات هذوكم خفيف فما زاده لي نوت مارين واللي هما ريحه البحر احنا نقولوا معناها فهمت يبدو ريحه فيهم برشا فريشور معناها هو ديجا لو بارفان تاع الصيف لازم يكون فري لازم يكون خفيف مي زيد لازم يكون اتيرون فهمت فوالا هذوما هما ثم سؤال مهم برشا واللي برشا عباد تسالوه وقت اللي يحط البارفان ويشم ريحه العطر دونك ثم ديما نوتك الاولانيه اللي تضربك ومن بعد البارفان تمشي وتبرد دونك تشم ريحه اخرى دونك لهنا شنو هي الظاهره دونك شنو هي الظاهره هذه وعلاش هو اي بارفان فيه 3 نوت لي 3 نوت اولفكتيف واللي هما عباره على 3 نوت يمثلوا البارفان نوت دو تيت هو ديك تشم لو بارفان اول ما تشمه تطلع لك الريحه فما نوت دو كور واللي هي من 15 مينوت لحتى لساعه وهذه روح العطر معناها وفما نوت دو فون واللي هي تقعد معاك نهار كامل فهمتني كي انت باش تختار البارفان تاعك نتاع الصيف شنو اهم 3 نوت تستعملهم ماذا بينا في البيراميد اولفاكتيف نتاعنا في النوت دو تيت نلقاو حاجه فرويتي معناها فروي روج ولا سيترون دي زاغروم معناها والكل نحكي لك على لو بارفان ايديال باش العباد يختاروا البارفان تاع الصيف نتاعهم في النوت دو كور لازمنا نلقاو الورد الغوز البيفوان الجسمان برشا انواع نتاع ورد بيان سور كل واحد وشنو يحب وفي النوت نتاع الفان ولهنا انا حكيت على البارفان اتيرون هو خفيف اما اتيرون لازمنا نمشيو اكثر للمسك المسك الابيض معناها نمشيو لي نوت بوازي اللي يعطيو هكا حاجه الوغ مزيانه برشا للبارفان نتاعنا واضح دونك لهنا ثم حاجه زيده مهمه وقت اللي تشري العطر نتاعك والا تختار معناتها اي عطر ثم ناس حتى تستعمل العطر اللي يتباع صبه زاده أي. دونك
شنو اللي يفرق لهنا معناتها درجة أنه البرفان قديش يشدك العطر متاعك؟ ثم عطر وقت اللي تحطه بعد نص ساعة ما عادش تلقاه، وثم عطر وقت اللي تحطه 8 ساعات وما يتنحش من بدنك، وساعات ترقد في الليل وتقوم الصباح وتلقى معناتها مازلت تشم في البقايا متاع الريحة متاعه. دونك لهنا شنو هو معناتها، شنو يفرق هذا على هذا؟ باهي لهنا فما برشا عوامل يدخلوا في النقطة هذه بالذات. فما العامل متاع الكاليتي، معني ان بارفان دو كاليتي ولا مش ان بارفان دو كاليتي، ولهنا معناها الكليون يعرف هو وين يمشي اكزاكتومون. فما العامل الثاني واللي هو نتاع التركيز الكونسنتراسيون، لازمك تعرف تختار وتشوف النوع نتاع البشره نتاعك. كان البشره نتاعك دهنيه معناها تزيد الكل، هذيك مش مشكله، تقبل حتى كي يبدا العطر مش قوي برشا مش مشكله. باغ كونتر كي تبدا البوساج نتاعك لازمك عطر قوي برشا، والكونسنتراسيون لهنا نحكيو على فما الاوفريش اللي هي اخف حاجه وتكون النسبه خفيفه برشا 2% من التركيز. فما الاود كولوني واللي نعرفوها الكل خفيفه زاد، هذيك مش قويه برشا تمشي اكثر بوغ لي زانفون والكل. وفما الاود تواليت واللي هذه الاكثريه يستعملوها. فما الاود بارفان اللي الكونسنتراسيون نتاعها اقوى من 15% حتى 20%. وكيف واحد فريمون يحب ان بارفان تري فور ويحب يشد له توت لا جورني والكل، يمشي للكونسنتراسيون نتاع لو بارفان واللي هي من اقوى الحاجات، معناها تركيزها من 30% الاكثر. وهذا بطبيعه يلقاه معناتها انديكي على القاروره العطر وقت اللي يشريها، معناتها كسوسوا اود دو تواليت والى اود بارفان يلقى كل شيء انديكي. هو يلقاه موجود على العطر. ولهنا تدخل اهميه لا كونسلتاسيون اولفاكتيف اللي العبد، خاطر العامل الثالث اللي حكيت لك عليه تنجم انت تختار عطر ما يمشيش معاك، ما همش لي نوت. لكن وقت اللي تشري عطر ما يكتبلكش شنو هما لي نوت اللي محطوطين في العطر هذا، لازمك تحل جوجل وتكتب معناتها الاسم نتاع البارفان اللي باش تختاره، وهو يخرج لك باغ اكزومبل لي نوت اللي موجودين. احنا في لي مارك نتاعنا نحطوا معناها لي نوت اكزاكت ونعطيو العبيد اكزاكت ما شنو فيه العطر. انت بالمناسبه عامله اوبن داي دونك بمناسبه عيد الامهات، دونك باش تعمل اتوليي توري فيهم للعبيد كيفاش يخلطوا البارفان نتاعهم اللي تتناسب مع شخصيتهم. ولهنا هذه حاجه ياسر متميزه، انه انت تلقى معناها تعمل لو بارفان نتاعك تصنعه انت تختار لي نوت، اي سورتو قبل ما تختار انت تجرب على البوم نتاعك اسكو تمشي اسكو ما تمشيش، معناها حاجه ياسر ممتازه. وفما زاده في عيد الامهات، خاطر من احسن لي كادو اللي تنجم تهديهم لامك هي ريحه العطر، معناها ريحه مزينه تمثل امك والكل. معناها حتى حضرنا دي كوفري كادو اللي تنجم تختار فيهم اكثر عطر ليت كور جيل دوش حاجات معناها يسحبوا العطر. بما انك تحدثت على الجيل دوش وتحدثت على ليت كور معناتها هذاك الكريم اللي تستعملها، دونك اسكو هي مهمه قبل ما تحط العطر نتاعك والا معناتها تنجم تستغنى عليها؟ سينو اسكو وقت اللي تحط ليت كور دونك ينجم يقوي في لانتونسيتي نتاع البارفان؟ هي مهمة جدا للبشرة أول حاجة في الترطيب، وثاني حاجة في أنه العطر يشد أكثر معاك. أنت بكري قلت لي كيفاش العطر يشد معاك 8 سوايع. هو لي زاستوس باش العطر نتاعك يشد برشا، تستعمل الكريم إدراتونت باش ترطب البشرة نتاعك. الحاجة الثانية فما عباد حتى كي يعملوا ليدغاتاسيون ما يشدش العطر، يوليوا يعملوا على حوايجهم، فهمتني؟ والحاجة الثالثة لازمك تعرف تعمل وين تحط البارفان نتاعك، معناها في لي بلايص نتاع البولساسيون لهنا باش فريمون العطر يشد معاك برشا. واضح، يعطيك الصحة خولة. دونك باش نعملوا ريزومي، شنو النصائح اللي تعطيهم هكا للمشاهدين في اختيارهم العطر بما انه جاي فصل الصيف توا؟ انا ننصحهم باش يختاروا البارفان اللي يطلع عليهم هما، اللي يمشي معاهم هما مع البيرسوناليتي نتاعهم مع لي شوا اولفاكتيف، ما يمشيوش وراء هذيك صاحبتي خذيت العطر هذيك لازمني ناخذ شميت الريحة، شميت الريحة، خاطر الريحة اللي تطلع على صاحبتك با فورسيمون تطلع عليك انت. لازمك تعمل اون كونسلتاسيون اولفاكتيف تشوف شنو العطر اللي يمشي معاك انت، وما تمشي مش برشا وراء انه العطر غالي معناه راهو يطلع عليا، وراه ينجم يكون عطر في المتناول وحاجه بيرسوناليزي اللي تمشي معاك انت وتكون مدينة برشا. شكرا لك خولة المساوي، يعطيك صحة، شرفنا بحضورك، خبيرة في العطورات. اوبن داي باش يصير نهار وقتاش؟ نهار السبت في البوتيك نتاعنا في سكرة السبت. وفي البوتيك زاد اللي في سوسة. مرحبا، يعطيك الصحة، شكرا لك خولة. نمشيو نواصلوا معاكم بقية فقرات برنامجنا. نتحدثوا على الامتحانات وفترة الامتحانات، وتعرفوا التلامذة قاعدين يعديوا امتحانات البكالوريا وأيضا الامتحانات بالنسبة للمدارس الإعدادية. نشوفوا التقرير هذا اللي حضرته لنا زميلتنا مديحة المعمري، ثم نرجع للبلاتو.
أرق وقلق، خوف وتوتر، وأجواء مشحونة بالضغوطات النفسية، هذا هو حال أغلب البيوت التونسية التي تعيش هذه الأيام على وقع الامتحانات لتتحول إلى خلية مراجعة ولا شيء غير الحديث عن الدراسة وامتحانات نهاية السنة الدراسية. مناسبة سنوية أصبحت تميز العادات التونسية في هذه الفترة، تتغير فيها البرامج اليومية والسلوكيات الاجتماعية وحتى الزيارات العائلية بدعوى الاهتمام بالأبناء، وقد يصل الأمر ببعض الأولياء إلى التغيب عن العمل وتخصيص عطلة أصبحت تصنف تحت بند الامتحانات. أمهات يحفظن الأنشيد والقرآن، وآباء يصححون العمليات الحسابية ومتطلبات اللغة والتاريخ والجغرافيا مع الأبناء. الجميع مجند لتحول البيوت قبل الأسبوع المغلق بأيام قليلة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، مراقبة مشددة، جدول زمني مضبوط، تقسيم لأوقات العمل، فرمانات ومراسيم تحجر مشاهدة التلفزيون وزيارة قاعات الألعاب والمقاهي والنوادي والخروج للتنزه مع الأصحاب. حتى الإبحار على شبكة الإنترنت يخضع لتراتيب تقتضيها الضرورة، والاستغناء إجمالاً على كل ما من شأنه أن يهدر الجهد ويبدد الوقت مع الالتجاء أحياناً للمعاقبة على التقصير إن لزم الأمر. في المقابل وتشجيعاً على البذل والعطاء، تتفانى الأسر التونسية خلال فترة الامتحانات في إكرام أبنائها التلاميذ. يزداد الاهتمام والحنان والاجتهاد في تلبية كل الشهوات، خاصة إذا تعلق الأمر بالغذاء، لتتفنن ربات البيوت في توفير أصناف بعينها من المأكولات يقال أنها تقوي هرمونات الذكاء وتؤمن التركيز وتعزز المناعة، هذا إلى جانب توفير ميزانية خاصة تستثمر في تكثيف الدروس الخصوصية لتأمين أفضل الظروف استعداداً لخوض معركة الامتحانات كتتويج لثمرة جهود مضنية على مدار سنة دراسية كاملة. من الأكيد أن هذه الفترة من السنة الدراسية محطة تقييمية مهمة للمكتسبات المعرفية لكل التلاميذ، لكن إحاطتها بهالة تشبه القدسية وتقارب الهوس المرضي حولت الامتحان الدراسي إلى امتحان وتنافس اجتماعي لا يتسابق فيه التلاميذ على تحصيل المعرفة والنجاح من عدمه، بل على المعدلات والشهائد، وهو ما قد يخلف آثارا عكسية وتداعيات على صحة الطفل والشاب النفسية والجسدية وعلى مستقبله الدراسي وعلاقته بالمدرسة وعملية التمكين العلمي إجمالاً.